نهضروا على الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو صلب الاهتمامات ديال الوزارة، صلب الاهتمامات ديال الوزارة. باش نجيبوا فاعلين دوليين جبناهم، نعطيك مثال حي كيفاش جبناهم. قاك شهر ماي اللي فات درنا اتفاقية لجلب واحدة من 10 الشركات الكبرى في العالم اللي جات دير مركز للبحث وتطوير آخر التكنولوجيات الرقمية، منها الذكاء الاصطناعي في المغرب، باش أنها غتشتغل مع 1000 شاب وشابة مغربية في المغرب، وماشي غير في الدار البيضاء، في الدار البيضاء وأيضا الجهات، خصوصا المهندسين والباحثة الطالبين. شنو تجلب هاد الشركات اللي في المغرب؟ تجلب هاد الشركات المغرب كما قلت الشباب المغربي اللي كيتفوق في هاد المجال. هاد المجال بالرقمنة والذكاء الاصطناعي أهم حاجة فيه هي العنصر البشري، هي المؤهلات البشرية. اليوم كاين ضغط عالمي على هاد المؤهلات، حنا الحمد لله قلت لك هادي راه حل عندنا، هادي فرصة هائلة عندنا، هي هاد الشباب اللي تيطور. بالطبع ما تيجيوش غير على ود الشباب، تيجيو على ود الشباب، تيجيو أيضا اللي عندنا بنية تحتية مهمة ديال الانترنت، ديال لي بارك نيغشور. تنشتغلوا ايضا وراه كاين ايضا اعلان على خدمات سحابيه هنا في المغرب اللي يقدروا يستعملوها بالنسبه للحسابات ديالهم. شنو غادي نديروا باش نجلبوا شركات اكثر؟ بطريقه تكوين اكبر للشباب، بالاهتمام بالتميز ديال الشباب المغربي، دائما تكوين بالاهتمام مع لا كاليتي ديالهم ومواكبتهم سوق الشغل، وايضا الاحدث التكنولوجيات الرقميه وتسويق الوجهه العالميه. اليوم العالم خصو يعرف، وتنشكركم انكم جيتيو اليوم، المغاربه بعدا والعالم خصو يعرف باللي المغرب اليوم بلد ديال الرقمنه، وخصهم يعرفوا بالمؤهلات الكبيره ديال المغرب. الشركات العالميه فاش تيجي تيتفاجئوا، تيجيو تيصيبوا المؤهلات وتصيبوا تقولوا لنا حنا تنتفاجئنا انهم ما كاينينش وحدين اخرين. قلنا لك خصكم تشرحوا هذه المؤهلات وتعرفوا بها، وبالتالي الاطلاق اللي كان الاربع هو واحد مرحله مهمه باش نسيتو نعرفوا بالمؤهلات ديال المغرب وايضا الطموحات ديالك.